aussi nous sommes très fiers d'être ici. الخاصة لها طبعا احتياجاتها والمؤسسة. السلام عليكم صباح الخير نشكركم بزاف بخير الافريقية تاع الروتيك وين تنحيدو من لي زوتر باي عائلة الصحافة. وهنا لابد أن نشير إلى الإيمان العميق للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمؤسسات الناشئة وبالذكاء الاصطناعي، فقد أسس لأول مرة في تاريخ الجزائر لوزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الناشئة وبالذكاء الاصطناعي، وأسس كذلك لمدرسة عليا للذكاء الاصطناعي البحث العلمي العالي، وهي مؤسسة الموجودة حالياً بحمد الله تعالى، والتي تكون أكثر من 200 طالب من خيرة طلبة البلد. وبالتالي فتلاحظون بأن هناك بيئة خاصة لهذا المؤسسات الناشئة، وهي بيئة حاضنة تساعد وتشجع على أن تكون المؤسسة الناشئة أحد الروافد الأساسية للانتقال بالاقتصاد الوطني من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع المتعدد المداخل.